بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الدفاع التركية تعلن في بيان تحييد 3 عناصر من قسد قبل أن يتمكنوا من شن هجوم في مناطق درع الفرات ونبع السلام شمال سوريا. مقتل 8 عناصر من قوات الأسد وإصابة آخرون ليلة أمس الثلاثاء بهجومين منفصلين لتنظيم الدولة في ريفي دير الزور وحمص وفق موقع نورث بريس. مقتل الطفل نور الدين عياش البالغ من العمر 12 عاما برصاص قسد على نهر الفرات في بلدة الشنان بريف دير الزور الشرقي وفق شبكة الشرقية بوست المحلية. إخماد حريق في أحد المنازل ببلدة زملكة في ريف دمشق بالتعاون مع سكان المنطقة بينهم شخصان، تبين لاحقا أنهما سرقا المنزل نفسه وأضرمان نيران فيه لإخفاء معالم الجريمة. قبرص تعلن أنها تتفاوض مع لبنان لإعادة 116 مهاجرا سوريا جرى إنقاذهم قبالة سواحلها خلال نهاية الأسبوع بعد مغادرتهم من لبنان على متن قارب.